يقول نحن مقيمين في مكة للعمل، ومعي في السكن الجماعي 4 أفراد في الغرفة الواحدة. نحن مقيمين في مكة للعمل ومعي في الغرفة السكن الجماعي 4 أفراد في الغرفة الواحدة، أحدهم لا يصلي ونأكل سويا، فهل يجوز لنا أن نأكل معه وهو تارك للصلاة؟ لا يجوز أن يبقى معكم، هذا لا يصاحبكم لا يجالسكم، اطردوه من السكن، ما يجوز هذا، هذا إقرار للمنكر ويبقاء للكافر بينكم ومعكم، اطردوه من السكن. وإن كان السكن له هو اللي مستأجره اطلعوا، أنتم مستأجروا غيره. نعم يكفي.